ازيك يا ياسمين؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبار المدرسه ايه؟ خد يا بنت، ما بترديش على بابا ليه؟ مش حاجه يا بابا، متضايقه شويه. متضايقه؟ لا لا لا، ازاي متضايقه وبابا موجود؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضن الاب، حيث الرعايه، حيث الامن، حيث الامان، حيث قولوا لي بقى يعني ايه اللي مزعلك؟ انجي صاحبتي. مالها انجي صاحبتك؟ عملت فيها مقلب النهارده. مقلب؟ مقلب ايه؟ فتحت شنطتي من ورايا وحطت لي فور لعبه في الشنطه. اه، وبعدين؟ بعد كده انا خصمتها. لا 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 لا، بصي يا ياسمين، هي طبعا انجي دي غلطانه انها عملت مقلب زي كده فيكي يعني، بس برضو عيب ان احنا نخاصم حد. ما ينفعش يا ياسمين حبيبتي، ياسمين ما ينفعش تخاصم حد. بس هي خلت كل اصحابي يضحكوا عليا وانا ما بحبش حد يضحك عليا. طالعة لمامتك يا حبيبتي عندك كرامة. كرامة ايه بس يا رانيا؟ يا رانيا ما ينفعش ان البنت تخاصم صاحبتها، يعني ما احنا ياما صاحبنا وياما عرفنا ناس، لكن كنا بنعمل مقالب في بعض وكنا بنزعل من بعض، لكن عمرنا ما خاصمنا بعض يا حبيبتي. اه مظبوط يا ياسمين. يعني ايه عمرهم ما زعلوا من بعض ولا خاصموا بعض خالص؟ فاكر؟ فاكر بومبا يا عادل؟ بومبا؟ ايه بومبا ده يا ماما؟ بومبا مين؟ بومبا يا عادل، انت نسيته؟ صاحبك. يعني فاكره. فاكره يا ماما. اه ده كان صاحب باباكي يا ياسمين، وكان بيعمل فيه كل مقلب ومقلب، انما ايه يطلع من نفوخه. انا مش فاكر خالص يا ماما حكايه المقالب دي. كان بيعمل مقالب؟ اه طبعا فاكر، لما خلى الكلب يجري وراك وقعدت تجري تجري لغايه ما استخبيت في مدرسه البنات. بتضحك على ايه؟ حكي على ايه؟ اهو ده مثلا، يعني عمري ما زعلت منه ولا حاجه، مش كده ماما؟ ايه الواد ده فين يا عادل؟ بقاله مده ما بيتصلش بيك. والله ما عارف يا ماما، انت عارفه بقى الدنيا تلاهي يعني، بس اخر حاجه سمعتها ان هو شغال في السينما. عليك يا عادل يا بيبي، حرام عليك يا عادل، يبقى عندك اصحاب في السينما شغالين في الفن كده ومش تجيبهم عندنا؟ ما انت عارف يا بيبي ان انا من وانا طالبه في الجامعه وانا نجمه وبعرف امثل وفظيعه ومتالقه، عندي مواهب، وعايز اقول لك يا كان ممكن ابقى ممثله سينما عظيمه عالميه وعربيه وابقى نجمه متلقلقه في سماء الفن لولا ان انا اتجوزتك. نجمه متلقلقه في سماء الفن. يا عم جلالي وحكايه النجوم دي، وبعدين انت بقى لو عايزين نشوفك يعني نمسك تلسكوب عشان نبص على النجمه. اوكي اوكي اوكي، افضل انت تتريق كده وخليك ما تعرفش قيمه الست اللي واقفه جنبك. بابا هو صاحبك ده ما بيجيش ليه؟ هو انتوا زعلانين من بعض؟ لا يا حبيبتي احنا مش زعلانين من بعض، ما ينفعش ان انا ازعل من صاحبي ولا اصحابي يزعلوا مني، ده ما دام صحابي ما ينفعش يزعل بينا خالص. طب هو ليه مش بيجي هنا؟ عشان اكيد هو مشغول في السينما بتاعته دي زي ما انا برضو مشغول في البازار بتاعي. طب بيبي بيبي بليز والنبي اعزمه عندنا كده علشان يمكن يكتشفني ولا حاجه. ده هيبقى مسلي قوي، ده هيبقى عامل زي توم وجيري. اعزمه؟ حاضر، هشوف يعني، هشوف يمكن اعزمه. ماشي. ايه هتخش جوه التليفون عايز ايه؟ دولا انت بتدور على ايه؟ انت مالك؟ انت ما انت كل حاجه تحشر نفسك فيها؟ ايه دولا بس، اصل انا يعني شايفك عمال تدور كده. انت في حد بعت لك رساله بمناسبه عيد الشرطه؟ عيد الشرطه؟ خبط في الشرطه خليهم يقبضوا عليك ونخلص منك. ايه دولا انت كده دايما صادتني كده وانا دولا يعني. بس بياهو يا معلم بومبا. مين؟ الو يا بومبا، اخبارك ايه؟ اوعى مش انت. لا 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 مش انت، ده هنا. انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا عادل. عادل مين؟ نسيتني ولا ايه؟ عادل يا عم صاحبك، ساعة ما روي الكلب بتاعك قاعد يجري ورايا فاكر، وانت قاعد تضحك. بس ايه؟ لا ده كلب تاني. اخبار روي ايه؟ مات؟ احسن يلا ده ظلم ناس كتير يعني. يا عم بهزر يا عم. المهم يا سيدي، بص بقى، انا مراتي وبنتي اما عرفوا ان انا اعرف حد يعني شغال في السيما وبتاع، فقالوا لي طب ما تعزمه عندنا في البيت. والله لا اتجوزت طبعا، ما بقول لك مراتي وبنتي ازاي يعني. المهم هبعت لك بقى العنوان، انت فاضي النهارده؟ حلو، هبعت لك العنوان مسج وهستناك يا معلم. ماشي ماشي يا بومبا، يلا مع السلامة. بقول لك يا دولا، يعني
هو انت مصاحب بتاع انابيب؟ مصاحب بتاع انابيب اشمعنى يعني؟ اصل انت يعني عمال تقول له يا بومبا. يا سلام، وعشان بومبا يبقى بتاع انابيب وانت ذكائك الحركي يعني فاهمك كده. لا يا سيدي، ده اسم الشهرة، لكن اسمه الحقيقي علي وزة وشغال في السيما. شغال في السيما واسمه علي وزة؟ ايه؟ هتتريق على اصحابه ولا ايه؟ طب ما انت اسمك زفت رمزي وشغال في بازار وغبي ومش فاهم حاجة عادي. يا سلام. طب بقول لك يا دولة، هو انت عازم علي بطة دون عندك في البيت؟ ايه، هتتريق على صاحبي وعلي بطة بدل ولا انا مش عايز اسمع كلام خالص. اه عازمه في البيت، عايز حاجة؟ لا يا دولة. دولا، وانت ليه ما بتعزمنيش عندك في البيت يا دولا؟ واحنا مش اصحاب، انت مش صاحبي. انا يعني بص، اليوم كله هتفضل معطلني باسئلتك، انا عندي مكالمات يا ابني عايز اعملها. انت مش صاحبي يا رمزي، مش صاحبي، انت قدري يا ابني، غصب عني بتقبلك، يعني دي ذنوب الواحد بيخلصها في دنيته، ويا رب اخلصها. ابعد عني بقى، عايز اعمل تليفونات. ماشي. النهارده بقى يا ياسمين، في واحد من اعز اصدقائي هيجي يزورنا. انا عايزك تعرفي ايه هي معنى الصداقه. ماشي. اهو شكله هو اللي جه. روح افتح له. ايوه انا مش فاهم. انا في ايه؟ في ايه؟ عدوله مش معقوله. عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اخبار ايه يا عم؟ خش. ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ايه يا طنط، شكلك اتغير شويه، بس الباروكه زي ما هي. ازيك يا سناء؟ ازيك يا رخم؟ زي ما انا رخم. اكيد انت بنت عادل مش كده؟ ايوه يا سيدي، دي بنتي ياسمين، والحمد لله ان انا لحقت اخلفها قبل الخضه اللي انت عملتها لنا دي. مين حضرتك؟ دي يا سيدي نجلاء، اخت مراتي. اه بجد؟ انا مبسوط بجد قوي يا عدوله، انت جمعت عيلتك كلها النهارده عشان تتعرف عليا. ولا جمعتهم ولا حاجه يا سيدي، هم كلهم قاعدين عندي هنا في البيت. ايه؟ كل دول قاعدين معاك؟ يعني راجل وشويه ستات؟ راجل وست ستات يا سيدي، وموضوع كده وهبقى فاهمهولك بعدين. هايلة. هاي مستر بومبا. دي يا سيدي مراتي، وبتعمل كده ليه؟ موضوع فهمهولك برضو بعدين. اوه، ازيك يا سناء؟ عاملة ايه؟ لسه بتخافي زي ما انتي؟ ايه بخاف دي؟ انا ما بخافش، انا خوف استاد بالجماهير باللعيبه كمان. قال بخاف قال. يبقى اوفر زي ما انت. وانت عامل ايه عدوله؟ شغال فين دلوقتي؟ انا يا سيدي عندي بازار. بازار ازاي يعني؟ ايه اللي بازار ازاي؟ بازار يعني محل بنبيع فيه تماثيل وحاجات زي كده للسياح يعني. ها. وانت يا ياسمين عامله ايه في المدرسه؟ شطوره ولا طالعه زي باباكي بازار؟ نهار اسوح يا كبسه، نهار اسوح. وانت بقى شغال ايه في السينما امال؟ شغال كاميرا؟ تلاقيك كومبارس وصامت كمان. كومبارس متحرك لو سمحتي. بعد اذنك، انا اللي بحرك الاحداث في السينما، انا اللي بعمل، انا اللي بصمم المعارك في الافلام. هو لسه في معارك في الافلام؟ طبعا، حرق، غرق، دم، كل حاجه موجوده. ساسبنس. هي الشنطه دي فيها ايه يا عمو؟ فيها عده الشغل، تعالى ما اوريكي. البسي ده. شفتي يا ماما؟ شفتي؟ طول عمره رخم وبيجيب الحاجات اللي بتخوف دي. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. ايه يا ابني طول عمرك بتعمل حركات كده ليه؟ عقدتلي البيت. لسه اللي جايه. يا رخم يا رخم. روحي يا اختي افتحي الباب، روحي. انت جبت حيوانات في بيتكم يا دولا؟ حيواناتي يا ابني، انت مش عارفهم ولا ايه؟ ايوه يا دولا، مش ده السيد قشطه وده ابنه؟ ابنه ايه يا اهبل؟ دي ياسمين بنتي. ياسمين؟
بنتك هي تحولت. بص يا عمر دماغه ما هتجيب عمر دماغه. إيه لا يا ياسمين، إيه لا الماسك يا ياسمين. الحمد لله يخرب بيتك. ده لا عمرك ما روحت ملاهي يا لا رمزي. ملاهي ايه بس يا دولة، وانت بتديني حاجة يا عم علشان اروح اي حتة؟ ده انت معذور يا دولة علشان البازار بتاعك المقشفر. ولا 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 ايه 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 بديك فلوس ايه؟ ده انا بديله فلوس بالهبل والله يا رانيا، ما انت عارفة يا عارف ده ما بديلوش اقل من 2000 جنيه في الشهر. ايه ده بجد؟ فعلا شكله تحفة. 2000 جنيه مين يا دولة؟ وانت مشغل حد تاني معاك في البازار يا عم؟ هبقى فاهمك بعدين بعدين. بس تصدق يا دولة، صاحبك ده في حاجة في وشه، تحس كده ان عنده عمق انساني. انا؟ ايوه. بص بص عامل ازاي؟ انت يا ابني هايل جميل، تنفع قوي في ادوار الشر. ربنا يعمر بيتك يا رب. ادي الناس اللي بتقدر الناس اللي زيهم. شر ايه؟ شر ايه بتاع ايه؟ لا انت فاهم غلط، ده بكتير ويعمل دور الغبي وهيبقى متميز فيه، ما تقلقش يعني. صدقني يا دولة بجد، بص بص ناحية وشه، بص كمية الشر اللي جواه مش طبيعي. انا شخصيا خفت دلوقتي، مش طبيعي. طب ما احنا فيها اهو، احنا نمثل مع بعض، انت هتعمل دور الراجل الطيب وانت هتعمل دور رئيس العصابة. ايه ده؟ هو ممكن هنا؟ ده السينما طلعت سهلة خالص. طبعا كل شيء متاح مع بومبا ملك الاكشن. يلا هنبتدي. بص هو هيخش عليك دلوقتي، هتلاقيه رافع حجمه، اوعى تشك فيه خالص. بعد كده هتلاقيه بيهجم عليك ماسك سكينة، برضو اوعى تشك فيه خالص. هتلاقيه هجم عليك بالسكينة وهينزل عليك. ايوه ساعتها بقى ممكن تشك فيه. صدقني اوعى تخاف منه، هيهجم عليك تروح انت هاجم عليه وتروح شايله وتروح شيله بيله وهوب ترميه من البلكونه. ايوه ايوه كده بقى يا اخي. يعني الواحد يستفيد يخلص منه وارميه من البلكونه. اقول اكشن، قول اكشن اكشن. ايه يا دولة اكشن؟ ايه يا دولة يا عم ابدي، بيقول لك ارميه من البلكونه يا دولة. لا ده انا لسه صغير يا دولة بقى. صغير انت تعمل لي فيها عيل ياض؟ ده اكل عيش يا ابني، ده شغل شغل. يلا عشان ارميك من البلكونه. المهم بقى اما ارميك من البلكونه تبقى تطلع لي تاني عشان ارميك تاني، نقعد نعيد نعيد لغايه ما اخلص منه. لا لا بص بص انا مش عايز امثل يا عم، امثل انت لوحدك. للاسف مفيش خيال سينمائي. انا عندي خيال سينمائي يا مستر بفك. حتى شوف. ترم 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 ترم. اه المفروض بقى دي اللي ترميها بالبلكونه. عندك دور ليا؟ طبعا انا عندي دور. لفي كده. عندي دور خدامه. خدامه خدامه. انا اعمل دور سيرفنت؟ لا 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 انا ما قلت سيرفنت، انا قلت خدامه. مش هنقعد بقى نعك. ثم دور الخدامه عندي ده دور مهم جدا، بيحرك الاحداث وبشكل عشوائي. لعلمك بقى دور الخدامه ده هيليق عليكي جدا وهتعمليه بطبيعيه وبرومانسيه. ممكن تخلصي انت يا سناء؟ اخلص قصادي. ايه يا رانيا؟ لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده؟ بحسن هتتكلموا مع بعض ولا ايه؟ وبعدين قالت لي تخلصي يا عادل. بس قالت لي تخلصي يا عادل. ها خلاص. وبعدين هتقعدوا تفضحونا قدام اللي ما يسواش واللي ما يسواش؟ يلا اتفضلوا خشوا اطفحوا. شكرا يا رانيا، شكرا يا رانيا. يلا اتفضلوا اتفضلوا الغدا، اتفضلوا الغدا. يلا اتفضلوا الغدا، هناكل كلنا هناكل كلنا. وعاملين حاجه جميله ودمها خفيف. هذا رانيا اللي طبخه يا سيدي. اتفضل. عامله فراخ بالحركات وعامله دي كوسه، وفي عندك هنا اهو كمان ده سلطه، وفي عندك وعندك هنا اهو سيرفيس بقى انت ممكن. ايه يا جماعه خليكم فريش. يا دولة يا دولة الموبايل اللي مصدعنا ده، وانا يا دولة ما ترميه احسن يا عم. انت مين اللي انت منفض له ده؟ انت بزعقلي يالا على الصبح يالا ولا ايه؟ صداع يا دولة. ولا 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 ده زفت الطين بومبا يا راجل. انت لسه ما تخلصتش منه يا دولة؟ مش كنت عرفت الاول اتخلص منك انت؟ شوف انا مستحملك بلد ايه. طب ليه كده بس يا دولة؟ والله العظيم يا ابني انت مش هتلاقي حد يحبك وامين عليك غير يا دولة. ده اهو بص ربنا بعت لك بومبا هون علشان يعرفك قيمتي. قيمتك انت؟ قيمتك يا ابني تلات تعريفه بالكتير يا ابني. قيمتي يا ابو قيمة؟ شكله مش هيسكت، لازم ارد عليه. الو يا بومبا. كنت عامله سايلنت يا سيدي، كنت عامله سايلنت لان عندي شغل كتير. عندي شغل كتير، سياح ماليين البازار ومش عارف افضى يعني عادي. ايه؟ لا مش مروح البيت النهارده،
يعني هروح متاخر قوي عن النوم يعني لان عندي شغل كتير وسياح هنا اهو. بص ايوه يس 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 نو 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 يس خلاص ماشي هكلمك بعدين هكلمك بعدين اول ما افضى. اوكي 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 يلا سلام 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 سلام. حلقت له يا معلم. ايوه كده. بقول لك ايه دول انا عايز احلق انا كمان على فكره. ياسمين ايه ده؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ ايه ده؟ ايه اللي ربطك كده؟ استني 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 انا هفك الباب. ايه اللي عمل فيكي كده؟ يا نهار اسوح وايه ده؟ وحبل تخين جدا. دولا حبيبي ايه؟ بنامي خيالها السينمائي بلعب بنتك. انت اللي مكتفها كده وتقولي بنامي خيالها السينمائي وبعد شويه تكلمني وتقولي انا طالب فديه عشان تنمي خيال انا السينمائي. المهم يا عدوله انا جعانه قوي انا بقالي 10 ساعات بلعبها ومراتك كل ده تعمل اكل في المطبخ. انا عصافير بطني صوصوت. انت مش هتبطل برشات على الخلق كل شويه تاكل عند حد؟ وايه المشكله يعني؟ ما طالما في كروديات زيك اعمل اللي انا عايزه. كروديات وبتقولي كلمه زي دي وقدام بنتي؟ ماشي يا بومبا. لا 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 يا عادل سوري بجد مش هينفع كل يوم اقف في المطبخ بالساعات عشان اعمل اكل صاحبك السمك ده. بابا هو يعني ايه سمك؟ سمك يعني بايخ يعني رخم يعني غتت. تلاقيش يا رانيا اوعدك ان دي اخر مره يدخل فيها البيت ده. اها وانت هتعرف تتخلص منه؟ فاكر زمان لما معرفتش تخلص منه وعملنا له عمل؟ ايه يا ماما بس المره دي ان شاء الله مش هنضطر نعمل له اعمال ولا اي حاجه. انا عندي خطه باذن الله ما تخرش الميه. وانت يا ياسمين البنت صاحبتك اللي انت اتخانقتي معاها دي وقلت لك لا ما ينفعش تتخانقوا مع بعض ولازم تبقوا اصحاب والكلام الفارغ ده، لا اتخانقي معاها وبايديك وبالبنيه وفي مناخيرها مش عايزك تسكتي لاي حد. ها اتخانقي بالبنيه. قلت لي عليه ده جميل قوي. ما فين بقى السياح المفروض ان هم مالين المكان ومرشقينه في كل حته؟ السياح دول مش بيجوا في اي وقت يعني، دول ليهم مواعيد وليهم برامج وليهم جداول. انت فاكر الحكايه سبهلله كده يعني؟ بس انت بقى واضح ان ربنا فتحها عليك قوي يا دوله، ده انت طلعت مش سهل. هو صراحه انا مش سهل ومش صعب، انا دايما ببقى مواري بالباب. سياح ومواعيد وجداول، وايه بقى اللي منيم التحفه ده مع نفرتيتي؟ ده اصله تعبان معايا طول اليوم النهارده في الشغل فعشان كده مقايل شويه هو ونفرتيتي. ازاي الكلام ده؟ طب والناس تقول ايه؟ في سمعه المكان سمعه البازار. يعني انت قلقك قوي سمعه المكان وسمعه البازار مش خايف على سمعه نفرتيتي؟ انا والله قلقان على سمعه كل التماثيل اللي في البازار لدرجه اني بفكر اجيب حد يقف معايا هنا في البازار. بجد؟ طب ما انا موجود اهو، انا ممكن من بكره الصبح اجي اقف لك في البازار. تقف فين يا؟ اوفر ماي بادي على جثتي. في بيتك كسرت تمثال. يلا يلا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انا مش فاهم انا. بس 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 يلا. امال انت بقى يا عم بومة فين بقى الافلام وفين الاخراج ومشاريعك الضخمه؟ انت صايع بقى ما وراكش حاجه. اصل بصراحه بجد يا دوله مزنقه معايا قوي اليومين دول، مش عارف ايه اللي بيحصل. تخيل تخيل بيقولوا عليا انا ان انا نحس، كل ما حاجه تفرع في لوكيشن وتنفجر وتيجي في عين حد زي السقه يقول لك بومبا السبب. هو انت كنت في فيلم السقه؟ لا بس اتهموني فيه. طب والله الناس دي بتفهم. ناقص تقول لي كمان انت بتفهم. لا بقول لك ايه، احترم نفسك، انت هتبقى صبي عندي، احترم نفسك. ولا 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 يا رمز، ايه يا رمز انت هتزعل صاحبي هنا في البازار وقدامي ولا ايه؟ ما انت شايفه دوله بيقول ايه يا دوله. خلاص خلاص اتكل على الله. دلوقتي يا استاذ بومبا انا بفكر يعني في المشروع ده، مشروع ضخم جدا مش سهل خالص، بفكر ان انا انتج فيلم وانت اللي تخرجه. بجد؟ ابوس ايدك بجد، ربنا يخليك ليا بجد يا عدوله، انت اللي هتنتشلني لوحدي. خلاص خلاص انا كنت عارف كده من الاول. ايه يا دوله انت اتجننت يا دوله؟ هتخلي الغبي ده يخرج لك فيلم يا دوله؟ لا وبعدين انت جبت فلوس منين اصلا؟ انت بتكسب من ورايا؟ ولا 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 انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ ايوه دول ما تسيبني. ها هناك هناك يلا ست ست نو
جود بوي جود بوي، اسكت خالص، هو عارف بيعمل ايه. المهم افهم من كده ان انت موافق؟ طبعا موافق، هنبتدي الشغل من امتى؟ بس للاسف في مشكله صغيره. يعني مشكله ايه؟ انا اصلي عارف كنت مهتم بالموضوع ده جدا، لدرجه ان انا جبت كاميرا مخصوص للتصوير. عارف جايب كاميرا يابانيه من اليابان. دي على كده اصلي. امال ايه، انا اجيب كل حاجه من بلدها، يعني اجيب الكاميرا من اليابان، اجيب الجبنه من دمياط كده يعني. بعد ما جبت الكاميرا للاسف حصلت مشكله كبيره قوي. ايه اللي حصل؟ مفيش، انا ما كانش عندي مكان احط الكاميرا فيه، فديتها لام ابراهيم جارتنا يعني تشيلها عندها. يعني ام ابراهيم مين؟ ام ابراهيم دي واحده جارتنا، ست لطيفه جدا، اديتها الكاميرا بس للاسف مسكت في الكاميرا ما رضيتش تدهاني تاني، مش عارف اعمل ايه. لا معقوله؟ معقوله دول خلت ام ابراهيم تعمل كده؟ لا يا عم انا مش مصدق على فكره. انت بتتكلم تاني ليه؟ اي اصل هي ما قلت ايه؟ نو هي امينه. نو 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 هناك هناك هناك. اقعد اقعد اقعد. طب هتعمل ايه عدوله دلوقتي؟ مش عارف مش عارف. امال فين بقى خيالك؟ بقولك ايه، انت اللي هتجيب الكاميرا يا منعم. منعم مين؟ اجيبها ازاي؟ امال فين خيالك السينمائي يا معلم؟ بص يا معلم، انت هتطلع على الشقه بتاعت ام ابراهيم، هي عندي في العماره، واخد بالك؟ مفيش حد عند ام ابراهيم خالص الساعه دي. هتدخل على الصاله هتلاقي ام ابراهيم تجاهلها كانها مش موجوده، هي مش موجوده في الصاله دلوقتي خالص. هتمشي شويه بعد ما تعدي من الصاله هتلاقي الاوضه بتاعتها، مفيش حد خالص، هتلاقي الواد ابراهيم ابنها تجاهله تماما. هتلاقي شويه عيال تانيين اخواته الواد ابراهيم برضو تجاهلهم. المهم هتوصل للكاميرا جنب اوضه النوم في الكومودين بتاعها، هتاخد الكاميرا، مش هتاخد الكومودين، وهتاخد الكاميرا وتجيلي وانا على الباقي يا معلم. جايلك جايلك يا ام ابراهيم. عادل عادل، انت متاكد ان هو موجود دلوقتي عند ام ابراهيم؟ ايوه انا بعته لقدره بايدي. بابا مش حرام عليك اللي بتعمله في اونكل بومبا؟ حرمة عليه عيشته، ده بومبا بومبا. ماشي حرامي. حرامي حرامي. فينك فين الكاميرا يا وليا؟ عملت ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا دوله. طب اتكل انت على الله، انت هتبقى على اشاره يا رمزي. ماشي اشارتي دي. مش اشاره يا يا غبي، امشي امشي امشي. هناديلك 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 هناديلك. الحقوني الحقوني. الحقني يا استاذ عادل، لازم تخرجي عني في البيت. حرامي؟ ازاي يجي البيت وهو عارف ان انا ساكن في البيت ده؟ انت اتجننت ولا ايه يا حرامي؟ الحقني يا عادل، انا شحورت. الحقني عادل مين يا حرامي؟ وعشان سمعتها بتقول اسمي، بتقول اسم انت كمان كأنك صاحبي يعني. لا 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 والنبي يا عادل، وديني الاسم ارحم ارجوك، انا مش عايز اموت. اسم مين؟ انا رمزي. مين ايه يا غبي؟ تعالى يالا خشوا يا رجاله. ها جبت رجاله؟ هم تدوله. بص يا جماعه عد، واحد اتنين تلاته ابداوا ضرب، واحد اتنين تلاته اضرب. مش ده مش او ده 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 احسن. النوم من الناحيه البيولوجيه مهم جدا للانسان، والعلماء كلهم اثبتوا ان انت عارفه الإنسان ان انا فعلا يعني ميت من التعب ونفسي انام بجد يا رانيا. تصدق ان انا غلطانه ان انا حبيت اضيف لك معلومه مش عندك اصلا؟ والله ما تستاهل، ولعلمك انا اصحابي كلهم معتمدين عليا في امورهم الحياتيه وما بيعملوش حاجه غير لما بياخدوا رايي. عشان كده حياتهم كلها متهببه ومتلخبطه. مش مصدقني يا عادل؟ طب ارفع سماعه التليفون واسالهم يا عادل. من غير ما اسال، وبعدين ببساطه خالص، يعني انت عايزه تفهميني ان انت عندك اصحاب؟ ده انا ساعات بحس بجد يا رانيا ان انت مقطوعه من شجره. يا سلام، حوش الراجل، حوش واصحابك، عايزين نبقى نعمل لك فهرس باسماء اصحابك. ليه وانا مصاحب كتب؟ وبعدين الاصحاب مش بالعدد يا ماما، ولكن بالنوعيه. انت عايزه تجيبي اصحابك اللي مالهمش لازمه دول لاصحابي؟ تقصد انت بتغلط فيا يا عادل ولا ايه؟ انا ما بغلطش فيك. عموما العلاقه بين اي راجل وراجل غير العلاقه بين ست وست، الموضوع مختلف تماما. قصدك ايه برضو مش فاهمه؟ يعني العلاقه بين اي راجل وراجل بتبقى مبنيه على ايه؟ على الرجوله والشهامه والجدعنه والمرجله.
يا حرام، واحنا العلاقة بينا بتبقى مبنية على الطوب والزلط والعبط. انا ما بقولش كده، لكن بقول مثلا العلاقة بين اي ست وست بتبقى مبنية على الرغي واللت والعجن واي كلام بتقعدوا تتكلموا طول الوقت ما بتسكتوش. يلا ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده سفه اللي انت بتقوله ده. تقصد تقول ان انا رغاية؟ انا عمري ما رغيت اصلا. هو انا يعني ديك النهار لما جيت كلمتك على موضوع ماما والمشاكل اللي بينها وبين سناء ده معناه انا برغي؟ قال انا برغي؟ قال انا رغاية؟ انا عمري ما كنت رغاية. انا اساسا بحاول احل كل المشاكل اللي بينها. يا ده رمزي مالك ماسك دماغك ليه؟ وهتكون بتفكر مثلا ان انت تدور على مخك، مش هتلاقيه. لا يا دولا، اصل انا حاسس بصداع جامد قوي. ما لاقيش حاجه معاك للمغص؟ صداع ولا مغص ولا كوكتيل مع بعضه؟ لا اصل انا مش عارف يا دولا، يعني لما بحس بصداع يعني رجليه بتوجعني، مش عارف ليه. لان انت يا ابني مش زينا، يعني احنا بني ادمين، انت مخلوق مختلف يعني. فاكيد طبعا مخك مش في دماغك، مخك في رجليك. فعشان كده لو انت تمشيت بقى ورحت على القهوه جبت لي كوبايه شاي هتلاقي الصداع راح على طول. ماشي يا دولا. ياه الحمد لله الصداع راح. ده الصداع نصف ولا ايه؟ يلا روح هات الشاي. عادل، عادل سعيد صاحبي وحبيبي. عطية البنداري. انا الدنيا صغيرة يا ناس. يا نهار ابيض، ازيك؟ وحشني قوي قوي قوي. والله انت وحشني قوي. اهلا بيك. ازيك يا عم عطية؟ مبسوط اني شفتك. الله يخليك يا عدو. الله يخليك. اعرفك عفاف مرتي، حسن ولدي، شنطتي. تفضلوا تفضلوا، هات كرسي هذا يا رمزي. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. منور والله، منور. الله يخليك، ده نورك يا عدول. يا انت فين يا عم؟ فينك من زمان؟ راجل انت بتسال يعني خبر ايه؟ ما انت عارف يعني عطية الدنيا مشاغل وتلاهي. الدنيا صح مشاغل وتلاهي، والحاله بقت غلو. مين الاخ ده؟ الاستاذ ده مين ده؟ لا ده مش استاذ ولا حاجه، ده الواد رمزي يعني شغال معايا في البازار وابن عمي. واد عمك؟ يا مرحبا يا مرحبا، احب اعرفك بنفسي، عطيه البنداري، طبيب بيطري. والله طب ما دي فرصه يا عطيه. الحمد لله. دول بقى اقول له على الصداع؟ اقول له على الصداع؟ انا هقول له، هو بيرفض اصلا. طول عمره دمك خفيف يا عادل. ربنا يخليك. اهلا وسهلا، منور. ويعني ايه الصدفه السعيده دي؟ والله انا اللي اسعد. شوف اقول لك على حاجه، هتشوفني يومين ورا بعض. يوم يومين؟ اشمعنى يعني؟ انا اصلي كنت مسافر، قوم معاد اخلاع الطياره اتاخر يومين. قلت يا ما تعودش سوهاج وترجع بعد يومين، ادور على واحد صاحبي وحبيبي اقعد عندي اليومين دول. قوم قعدت ادور ولفلف لفلف لفلف، نطيت قدامي جيت لك على طول. انت متاكد ان انت دورت ولفلفت كويس يعني؟ يا راجل عيب. دورت ولفلفت ما لقيتش غيرك انت. ده الدنيا صغيرة قوي. ايوه هي صراحة الدنيا صغيرة. بس الشقة اصغر يعني. كل حاجة؟ لا ما بقولش، بقول اهلا وسهلا يعني. ان شاء الله كل حاجة ليها حل. ومنور واهلا بيكو. هات اي حاجة يا ابني، عصير، توت، تفاح، بلح، اي حاجة. شازول اتفضل. ايه ده؟ التوت. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الدكتور عطية البنداري ده كان زميلي، كان زميلي في الدراسة، وهو من أهل الصعيد يعني، ومنورنا هنا في مصر طبعا. والمدام، مدام عفاف دي زوجته، وحسن ابنه، ودي الشنطة بتاعته. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بيكو، يا مرحبا. أهلا وسهلا بأهل الصعيد، زارنا النبي والله. الصلاة والسلام. وأعرفك بقى بعيلتي، دي رانيا مراتي، ودي حماتي، ودي ياسمين بنتي، ودي ماما، ودي سناء أختي. والله العظيم ثلاثة ومليكوا علي يمين، كني قاعد وسط عيلتي في سوهاج. طبعا طبعا منورنا والله. يعني هو الدكتور عطية يعني كان مفروض مسافر يعني، بس حصل مشكلة معاه في شركة الطيران، فإن شاء الله هيقعد معانا يومين هنا هو في البيت بتاعنا يعني. وإحنا طبعا كلنا مرحبين، ويعني أهلا وسهلا بيه طبعا ولا إيه؟ طبعا طبعا. أهلا أهلا. هو نعم الصداقة. أهلا وسهلا بحضرتك طبعا. ما هي دي الصداقة ودي الصحوبية، وهما دول الأصحاب يا عادل، مش كده يا حبيبي؟ والله والله يا جماعة، أنا قلت العطية من الأول ننزل في فندق، قال لي لو عرف أستاذ عادل هيزعل قوي قوي قوي. طبعا لا هزعل يعني، هو أصلا عارف عطية من زمان، بيقعد يتهيأ له حاجات ما بتحصلش. هزعل يعني طبعا. والدكتور إن شاء الله قاعد معانا قد إيه؟ يومين. يومين والله كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده، لكن غصب عني. وليه ليه ما تقعد معانا اكتر من يومين؟ ما التذكره ممكن انك تغيرها، ما هي الدنيا فسحه مش كده ولا ايه؟ كل حضرتك سايق عليا.
عليك يا سيدي عبد الرحيم القناوي، ما تضغطيش عليا تكبر في دماغي. خلاص يا حماتي ما تضغطيش عليا يا حماتي. وبعدين ما تضغطوش علي يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا بيكم. تصدقوا انا حاسس اني قاعد في بيتي. ما هو البيت بيتي. اه طبعا. يا جماعة أنا عايز بس أفهمكم حاجة مهمة جدا، إن الموضوع اللي حصل ده ما كانش بمزاجي، يعني كان غصب عني زي ما أنتوا شايفين، وأنا دبست في الموضوع ده. وبعدين يعني هما كلهم يومين ويتكل على الله يروح. ماشي يا عادل ماشي. الراجل اللي هيجي يقعد يومين دول هيقعد فين؟ هننصب له خيمة في الصالة؟ لا أخس عليك يا سناء، إيه الكلام اللي بتقولي ده؟ لا طبعا، إحنا كده يا حبيبتي نلم بعدنا بربطة المعلم ونروح نقعد في أي أوتيل، وهو يفضل يبرطع في الشقة زي ما عايز عشان يبقى قاعد مرتاح. يا جماعة بس يعني أنا مش عايز طول الوقت لت وعجن، وده اللي انا باخده منكم، مفيش اي حاجه مفيده. انا بقول لكم يا اخوانا هم يومين بس، فكروا معايا هيبات فيه. جامي ها، ما تبصليش جاميين ها، علشان الاوضه دي كلكم تبعدوا عنها، مش هيبات هنا خالص. يعني اوضتك هي اللي ما تنفعش، اوضتنا هي اللي تنفع. حب لاخيك ما تحبون لنفسك يا اخي. هي مشكله يا عادل، بس الراجل ده هيبات فين وعلى حساب مين فينا؟ انا عندي الحل يا ماما. قول خلصنا، احنا قاعدين بقالنا ساعة. انا بفكر يعني رانيا. ها ها استني بس يا رانيا. يا رانيا استني، انت لو بيتي اهو مع ماما في الأوضة، في الحالة دي احنا هنسيب له الأوضة وانا مستعد انام في الصالة، ايه رأيكم؟ لا والله، ومين بقى حضرتك اللي اوحلك بالمهامات والإيهامات في دماغك والخيالات دي ان انا اساسا هسيب اوضتي واطلع بره؟ ها يا رانيا اخلي بالك ان هو صاحبي يعني، وبعدين لعلمك بقى انا اكتر واحد متضرر، ده انا اللي هنام في الصالة. وانا ذنبي ايه؟ هو صاحبي ولا صاحبك؟ اتحمل صاحبك يا حبيبي. يا سلام، يعني لو كانت صاحبتك وقعت في نفس المشكلة دي والطيارة بتاعتها اتأخرت يومين، مش كنت هتبيتيها هنا وانا كنت هستحمل برضو يعني. دلوقتي بس صحابي بقوا مقد المقام. طبعا صحابك طول عمرهم قد المقام، مين قال غير كده؟ خلاص بقى يا رانيا، ده جوزك برضو وده صاحبه، انت تيجي تقعدي معايا هنا وهم يومين هيعدوا، مش كده ولا ايه؟ اهلا 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 وسهلا، منورنا والله يا دكتور عطيه. انت والمدام طبعا منورانا. ازيك يا حسن عامل ايه؟ ما تتخيلش مدى سعاده البيت بالكامل، كلهم عمالين بيقولوا ايه ده صاحبك ده منورنا جامد يعني وكده، وعمال اقول لهم يا جماعه يعني ما بلاش مبالغه يعني في الترحيب. قالوا لا ده حقه طبعا يعني. والله العظيم ثلاثه المدام وحسن نفس الاحساس عنديهم، يقولوا لي يا عطية ده كننا عندينا هناك في سوهاج بالضبط، ده كننا بيتنا. يا سلام، والله القلوب عند بعضها يعني. وبص أنا عايزك فعلا تحس إن أنت في بيتك، يعني مثلا لو في أكل معين بتاكلوه وشرب معين بتشربوه، يعني بص اطلب من غير ما تتكسف خالص، أنا أخوك طبعا عطية. الله يخليك عدول، هو يعني أصل في الفطار عندينا شوية طلبات كده للولد حسن، يعني هو أصل يحب في الفطار ده يحب يعني بيض مسلوق وبيض عيون، ويحب كمان لبن منزوع الدسم، ولو فيه عيش ما محمص قوي ولا محمص يعني شويه يعني بالبنيل يعني. وبعدين المدام عندها صارت تحب الشكل لما قوي. صدق اللي قال فعلا، والله عطية الأيام الحلوة بتمر أوام. شوف بص اليومين خلصوا بسرعة ازاي دلوقتي حالا. أنا عارف طبعا ان انت زعلان ان انت ماشي يعني، واليومين دول صعبوا عليك انك قابلت صاحبك وحسيت انك في بيتك وكل حاجة، بس انا كمان زعلان والله اكتر منك. بص زعلان ازاي يعني. والله يا عادل ما عارف ابتدي منين الحكاية. يا سيدي اي حكاية عايز تحكيها احكيها لنا واحنا رايحين على المطار. ما تقوم تغير الجلابية دي بقى يا عم ونتكل على الله. لو في مطار من اساسه. مفيش مطار؟ ايه هتسافر بالباص ولا في حتى باص؟ امال ايه هتسافر بالتوك توك ولا ايه؟ انا يا ليه ما عارف اقول لك ايه يا عادل، بس اصطنية بصراحة يعني هربان من الناس بتدور علي. انا عندي طار يا عادل. طار؟ معقولة عطية؟ انت قتلت؟ انت قاتل يا عطية قاتل؟ على اليمين ما قتلت حد. امال يعني عليك طار ازاي؟ بالوراثه يعني ولا ايه؟ افهمك يعني، امسك الفشاره دي. انا كنت بعالج جاموسه عندنا في البلد، قوم عالجتها غلط، ماتت الجاموسه، اصحاب الجاموسه راسهم 1000 جزمه قديمه يقتلوني بدالها، اليه جاموسه ورسين على ابوهم وغلي عليهم.
يا سلام يعني عطية، تم كنت تديهم تمن الجاموسة وتخلص من الدوشة دي؟ على اليمين عرضت عليهم الطاق طاجين وثلاثة واربعة مرضيينش. يا للدرجة دي يعني الجاموسة دي غالي عليهم؟ واحد منهم قال له همطنجر العمة لو كتلت والدي كان أحسن لي. يا طب وانت كنت بتفكر بقى يعني انك انت في موضوع السفر ده اما تسافر وترجع يكونوا نسيوا؟ ما هي المشكلة انك كتبت عليك لما قلت لك اني حسافر برا مصر، انا هربان منيهم عشان بيدور عليا. اه يعني كمان مش طلعت بقى قاتل جاموسة، ده انت كمان طلعت قاتل وكذاب، معقولة يعني عطية؟ معلش يا عادل غصب عني، قال لي بصراحة اخترتك عشان هم ما يعرفوش طريقك، هم دلوقتي بيدوروا عليا فمعلش. يا ريتهم كانوا يعرفوا طريقي يا عم وخلصنا من الدوشة اللي احنا فيها دي. معلش يا عادل يعني انا مش هطول في القعدة عندك، هم يعني شهرين ثلاثة قول أربع شهور وبعدين فك من عندك يعني مفيش حاجة. تفك من عندي ثلاث أربع شهور وبعدين تفك إيه يا عم؟ تفك إيه يا عم؟ استغفر الله العظيم، والله ما عارف أقول لك إيه، والله ما عارف أقول لك إيه. بس بص حلها الوحيد بقى إن أنا أفكر نشوف أي حل، بس الجماعة اللي هنا لو سمحت أنا هنزل أروح البازار وأرجع، يا ريت ما حدش منهم يعرف أي حاجة لغاية ما نفكر هنعمل إيه. عيب يا راجل، سرك كبير. سر انا اللي كبير ماشي. بقول لك يا عادل، ايوه عينت الفشار اللي انت جايبها دي مليحه قوي قوي قوي، يا ريت تكتر منها وانت راجع. ليك عندي حل يا دولة اقوله لك؟ لا ما تقولش. عينيا يا دولة، بص يا سيدي انا شفت الحل ده قبل كده في فيلم. انت احسن حاجه يا دوله تعملها تخلي صاحبك ده هون يقوم واخد كفنه ورايح للناس زي ما البطل عمل في الفيلم بالظبط، ويقوموا هم بقى دابحين مكانه خروف، واحنا بقى هنبقى ساعتها معاه نقوم واخدين بقى نصيبنا من اللحمه، ولا من شات ولا من رحم. على اساس ايه يعني؟ انا مش فاهم يعني، انت كل اللي همك انك انت تاخد حته لحمه ومش اشكال بقى عطيه صاحبي ده يموت ولا يولع؟ يعني انا كده غلطان اني بشوف لك حل يا دوله؟ انا اللي غلطان، انا اللي غلطان ان انا بتكلم معاك وبقول لك على مشكلتي. اصل امشي امشي يلا غور من وشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده انتوا مين؟ ازيك يا اخ عادل؟ الله يسلمك. يعني انتوا مين؟ انا عنتر ابو شنب. واكيد اللي معاك ده هو الشنب. لا ده اخويا الهلال ابو شنب. اخوك ازاي يعني؟ مش معقوله، اكيد هو من شنب من اب تاني مثلا. مش عاجبك ولا ايه؟ عموما ده مش موضوعنا، انا جايين لك في كلمتين ورد غطاهم يا اخ عادل. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا استاذ عنتر، قول الكلمتين وانا علي غطاهم يا سيدي. احنا عايزينك تسلمنا عطيه البنداري اللي مستخبي حداك في الشقه. ايه عطيه البنداري؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. يا دول عطيه الصعيد يا شوف يا اخ عادل، على راي البليس الانكار مش هيفيدك، احنا مراكبينه وعارفين انه حداك في الشقه. يخرب بيتك يا عطيه على بيتك يا رمزي. والمعلومك احنا كنا نقدر نخش نجيبه، لكن عيب الشقه فيها ستات. الحمد لله ان فيها ستات اخيرا بقى لهم فايده. ناوي تسلمه لنا ولا نتصرف بطريقتنا؟ يا عم اهدى انت بس بمسدس اللعبه اللي في ايدك ده بس عشان ما يبص وما تعرفش ترجعه. اهدى كده، انا بتكلم مع الراجل يعني. بص حضرتك يعني انا من رايي ان احنا نتفاهم. نتفاهم؟ نتفاهم على ايه عاد؟ ما اللي حصل حصل وماتت احلى دموسه في البر كله. ايوه يعني مش معقوله حضرتك يعني تموت واحد عشان خاطر جاموسه. ما انت مش عارف غلاوه الدموسه عندنا. زي ما انت شايف ايه اللي بيحصل للهلال لما بتيجي سيره الغاليه. خلاص انا من رايي يعني بهدوء بس يا استاذ هلالي، انا من رايي ان اجتمع انا وحضرتك والاستاذ هلالي والاستاذ عطيه ونقعد مع بعضينا نشوف حل للحكايه دي. حل ايه؟ بقول لك احلى جاموسه في البر كله. يا عم ما تقعدش كل شويه بقى تقعد تقول جاموسه، الراجل بيعمل مالك يا سي عادل؟ ده لو كان جه على عيل من عيالي كان بقى اهون في داهيه. يعني قصدك ايه تضحي بعيل من عيالك يعني؟ الخلاصه ننجيلك بكره في نفس الميعاد على القهوه، تكون جاي وجايب عطيه البنداري معاك، والا هيبقى لينا تصرف تاني. ايوه ولو ما جيتش هتبقى العواقب صعيبه عليك. مش عارف يا اخي هلالي، انا شاكك كده ان انت تبقى من الصعيد يعني. امال من وين يعني؟ نيوجيرسي؟ لا حاسس يعني ان انت من القصير من القصيرين يعني، وكنت بتجري وانت اصغر من كده ورا اي جاموسه معديه. جاموسه 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 عادل يا فندم. جاموسه 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 جاموسه. خلاص
خلاص خلاص خلاص خلاص انا اسف انا اسف انا كنت بهزر يعني عادل يا فندم مش عارف ان هو بيحصل له كده لما الواحد يقول جامو اسمه عادل ده بانه بيضحك علينا ومش ناوي يجي يا اخوي يبقى هو الجاني على روحه لا هو لعب عيال ولا ايه السلام عليكم يا بلدينا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما تعرفش قطر السعيد اللي بيطلع من محطه مصر هيطلع الساعه كام بالظبط واحنا ايش درانا شايفنا كمساري ولا ايه روح روح اسال في المحطه طيب محسوبكم عن تبلي ابو حواجب بطل من ابطال الصعيد الجواني وانت ايه اللي جابك مصر يا اخ عن تبلي بيني وبينك في طار كنت جاي اخده بس ضميري صحي وقال لي ارجع يا عن تبلي ارجع يا عن تبلي وارجع يا عن تبلي ورجعت عن الطار يعني اتفرط افطارك ولا ايه ده عار عليك انا طخك يا عم تدخلني ليه انت مالك انت مين ده ده اخوي الهلالي اخوك الهلالي بص يا هلالي هلالي ازاي بص يا هلالي بص يا هلالي العار انك الواحد مالوش ذنب وعنده عيال مالوش ذنب كيف يعني ايوه لان اللي حصل ان الحمار بتاعه رفس الخروف بتاعي فقتله ها فقتله فانا قلت راسي والف سيف لازم اقتله لكن ضميري صحي ها ضميري صحي وقال لي عن تبلي يعني انت مستهبل عن تبلي دي عنده عيال بح وعملت ايه لما شفته اول ما شفته شفت عياله وهم متيتمين ومتشردين في الشوارع صعب علي وضميري صحي ما كل شويه يصحى ضميري صحي وقال لي عيب اوعى تعمل كده صدق كلامك صح مش عارف ليه مأثر فيي كويس ان كلامي مأثر فيك انت لو كان قصر فيك انت ما كناش عنلاقيك واصل ربنا يقدم ما فيه الخير طيب انا هتكل انا على الله عشان الحق القطر لان ضميري صحي ايوه وقال لي يمكن ما تلحقش القطر سلام عليك سلام يا بلدينا توصل بالسلامة ان شاء الله عادي اتأخر علينا يا عنتر مالك يا عنتر سارح فيه بفكر في كلام الراجل اللي اسمه عنتبلي ده صدق كلامه صح يعني ايه مش فاهمك انت ناوي على ايه يا اخوي السلام عليكم معلش اتاخرت عليكم المواصلات بقى انتوا عارفين عامله ازاي يعني انت هتضحك علينا ولا ايه كنا متفقين معاك تجيب عطيه مش ولده يا عم بلاش مسدس اللعبه اللي في ايدك ده انا قصدي صراحه يعني بص يا معلم عنتر انا بصراحه كنت جايب عطيه معايا لكن حصل ظروف يعني امال هو فين يعني تهف زحمة المواصلات ولا ايه؟ لا يا فيتك ما تهش في زحمة المواصلات وبعدين لو سمحت يعني خليك محضر خير اما بكلم معك كبير يا ريت بقى القصير الصغير ما يتكلمش يعني قول اللي عندك ايه اللي حصل؟ اللي حصل يعني صراحة يعني ان انا اما الولد ابن عطية يعني حسن اسمه حسن هو اما عارف ان ابويا عيني بقى هيتقتل وان هو هيتيتم وهيتشرط في الشوارع وكده فمن ساعتها بقى من بالليل عيني مش عارف بقى لا يضحك ولا يتضايق ومكتئب وزعلان وكده يعني قصدك ايه بالكلام ده يعني قصدي عيني ان الولد من امبارح ما دقش لقمه في بقه ما اكلش خالص لا اكلت يا عم بص يا عيني مكتئب ازاي ومتضايق عفى الله عما سلف فدايا للجاموس عشان خاطر ابنه بس يدفع ثمن الجاموسه برضه يا سلام وانت جيت في جمل يا عم دي جاموسه يعني ما جراش حاجه وبالمره بقى يا جماعه انتوا الاثنين تكونوا معزومين عندي النهارده ناكل لقمه مع بعض كده وتبلغوا عطيه بنفسكم اتفقنا اتفقنا اتفقين اهم حاجه والله يا جماعه انا مبسوط ان انتوا ضميركم صحي يعني ما شاء الله يعني السلام عليكم السلام ومين اللي خرم الأوزون؟ يا ابني دي إشاعات يا ابني الأوزون ما تخرمش ولا حاجة اسمع بقى اسمع بقى أنا آسف اتفضل كمل يا جزمة إحنا بقى يا سيدي ككماليات حية لينا طبعاً أوزونين اللي إحنا تقريباً بنسمع بيهم دولت كوكب الأرض كوكب اسمه كوكب
ده على اساس ان الارض على شكل بطه يعني ولا ايه؟ لا 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 مش هكمل، مش هعرف اكمل، انا اروح بقى ادي معلومياتي دي لحته وفقتله. غور غور يلا ما تكملش في 60 داهيه. حاضر يا دوله هكمل لك. كوكب الارض ده بقى ليه اذن واحده بس بيسمع بيها، المعلمين سموها الاذون. المعلمين اللي هم زي العلماء يعني سموها الاذون. ده حاجه حلوه قوي. ابتديت تفهمني يا دوله، ابتديت تفهمني يا ابن عمي. الاذون بقى دون اتخرم. الاذون اللي هو زي الودن بتاعت الكره الارضيه اتخرم. ده حد مثلا جه في الودن دي وقال توت، ولا مثلا الكره الارضيه بتستحمى دخل في ودانها مثلا شويه صابون وميه. بونجورنو سينيورا. بونجورنو سينيوريتا. اهلا اهلا دوله. هي ايه اللغه دي؟ ايطاليا بتاع كاوكاو، ايطاليا جاموسة. ان باتش دي اوشيري كون لاميتشي بريفيريسكو باسار ان ايتشيتو ان لافورا اور ان فاكانسا. طبعا يعني، بس حضرتك يعني احنا كسبانين في الحته 2 جنيه يعني، ده اقل حاجه نقدر نكسبها، ما نقدرش نقلل عن كده يعني. لا ميا فيتا ادسو اي اون بو ديفيرسا دا لورا. طبعا، لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول، فاحنا هنديكي لازم يكون جمله، لازم يكون في سعر جمله يعني عشان نقدر نكسب يعني. طب بقول لك ايه يا دوله، ما تيجي نديلها من التماثيل المكسره. ايه مكسر دي لفوق ايه؟ انا من نابل بحاره سباجيتي. طلعت من نابولي يلا حاره سباكيتي. بصي حضرتك بقى، حاره سباكيتي، حاره موتزاريلا، حضرتك احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش، احنا بنخفض لك حاجه بسيطه بس عشان ايه الجيره اللي بيننا وبينكم في ايطاليا يعني. لا لا يا دوله احنا لازم بقى نكرمها شويه، يمكن نطلع بكيسين كشري. انا مش جايه اشتري، انا جايه ابيعه تماثيل فرعوني. جايه تبيعي تماثيل فرعوني؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت ان قدماء المصريين عملوا هجره غير شرعيه لايطاليا، ده عملوها من زمان بقى ولا ايه؟ حبيبي احنا هنبيعوا تماثيل مقلده زي دوله الصين عمل فيكم، فاحنا عاوزين ناخد شغل كله من الصين. تاخدوا الشغل من الصين؟ معلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني، عايزين تنافسوا الصين، دي حاجه بينكم وبين بعض، انا مالي. احنا هنديكم نصف اسعار الصين. لا 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 مش هينفع. بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمه يعني للحاج ملك الصين، يعني انا شخصيا اديتها له الكلمه دي، يعني احنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم، كفايه هم اصلا قصيرين. كلمه اللي اديتها للحاج ملك الصين، طب اسمه ايه ملك الصين؟ جاكي شان. ليه قريت المعلومه في حته ولا حاجه؟ عموما انا ما اديتش كلمه لحد، وانا صاحب البازار، البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا. بس المهم البضاعه هتوصل امتى؟ استبر شوية، البدعة مشونة في ميناء القاهرة. يا دول اسمعني بقى، خد من رمزي بقى كلمة بقى، التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل، مش بعيد تلاقيها بتلعب كرة جوه في المخزن يا دول. قلنا تماثيل بتاعت باولو روسي، ما بتقولك تماثيل فرعوني يا اخي، انت بتتكلم ليه؟ مالكش. نو نو نو. ماشي عزيزي، هنحتاجه الى سجل ضريبي حتى تتم عمليه الاستيراد والتصدير بالسلامه. بالسلامه ان شاء الله تتم بالسلامه، سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وكل اللي انتوا عايزينه، ما دام ما فيش فلوس هتدفع متفقين. قشطه قشطه. خلاص ماشي ماشي، هبعت لك كل البضاعه اللي انت عايزها، مع السلامه. ايه رايك بقى معلم، جبتك هنا اهو بقى عشان اعزمك بمناسبه الصفقه الجديده بتاعتي. ربنا يخليك ليا يا رب يا دوله. هتجيب لي كوكتيل؟ ياد كوكتيل ليه ياد، انا بقيت راجل اعمال جامد جدا، مش اقل من غدا وايطاليان فود يا معلم. فول ماشي يا دوله، بس بقى بالزيت الحار. ايه ده يا حضرات، معلش دي ترابيزتنا يعني. سيبهم يا دوله اهو، نتفرج على حاجه واحنا بناكل يا دوله. انا استحاله اطلعها الا لما استرد كل اللي دفعته ده عمري. كوبايات حضرتك هتقع. ما تقع، خليك في حالك. هلا ولا ايه يالا دي؟ ايه يالا دي؟ لا 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 حضرتك خلي بالك يعني، وانت بتكلم رمزي، وبعدين حضرتك دي ترابيزتنا، وقوموا بقى لو سمحتوا. انا مكسل، قوم انت. قوم انا ايه يعني حضرتك؟ لا يعني ايه ايه مكسل دي؟ لا ترابيزتنا لو سمحتوا قوموا يعني. يعني ايه يالا ترابيزتك؟ انت اللي شاري العيش بتاع الكافيه؟ هتخش لي بقى في سكه ان ده كافيه الحكومه والكلام ده ولا ايه؟ طب يلا بقى من هنا بدل ما نرش ميه عليكم قدام الترابيزه. يلا 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 يا غبي يا غبي، انت بترش عليا انا. اسمع يا فتحي، انا هكلمها لك، دي بنت عمتي وهي هتسمع كلامي. ايوه يا سوزي، خلصت النمره؟ يا سوزي انا زعلان منك، هو عشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه تقومي تعملي فيه كده؟ يا ست هو ما قالكيش ما تشتغليش؟
شغل رقاصة زي ما انت عاوزة. بس ده جوزك يا سوزي، يعني يرجع اخر الليل يلاقي عشاء. هات اكلمها. لا 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 هات اكلمها. ايوه يا سوزي هات اكلمها، ده موبايل انا. هات. ايوه يا سوزي، ايوه يا سوزي. ايه يا ستي، ايه يا ستي، ده تليفوني حضرتك وهم عمالين بيتكلموا فيه من الصبح. طب وانا مالي اذا كنت انت كارت، انا اعمل ايه؟ لا 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 حضرتك عندك التليفون بتاع الكباريه، اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجه. امال بتمشوا شغلكم ازاي؟ بلاش بقى الحركات دي. هات اكلمها. هات ايه ده، انت بتقفل السكه في وش سوزي؟ لا لا يا دولا، ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده. جنس ايه اللي نايم يا ابني؟ دي رقاصه زمانها صاحيه. مالها رقاصه؟ هي مش لحم ودم زينا؟ لحم ودم وسيليكون. سيليكون؟ انت قليل الادب. انا ولا الرقاصه؟ ده انتوا نهاركم اسود. دولا انا سامع صوت كشافات في عينيا. انت هتعمل لي فيها بلطوات يعني؟ بتشوف ودانك. اهلا يا سيد عادل، شرفت يا سيد رمزي. ايه ده، ايه ده، انا الصوت ده سمعته قبل كده. هو حضرتك بتاع سوزي؟ انتوا في المخابرات العامه المصريه، معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان. سلام. طب النقيب محمد وفيق فين امال؟ النقيب محمد وفيق في مهمه تانية، خلينا احنا في عملياتنا. انا عايز حد يشيل الغمامه دي من على عينيا. الغمامه على اساس انها هتمطر، شيلها له بعد اذنك اهو. انا ونبيل الحلفاوي مراقبينكم من فتره طويله قوي، للاسف انتوا متورطين في عمليه امن دوله كبيره قوي. امن دولة ايه حضرتك؟ لا يا فندم، انا بحب مصر جدا، واخر مرة مصر كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا، وكنت بعد اقول تيت 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 مصر، ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحيحين اكتر من كده. حضرتك خلاص يبقى البن عليكم. وانا عايز سندوتشات عشان انا لما باكل بسهر على طول. ولا ما تزودش الطلبات، يلا ممكن يجيبوا لك اللي انت عايزه بعد كده يخصمون من الضرايب. انا عارف ان انتوا مواطنين شرفاء صالحين فعلا، لكن اعداء الوطن ما سابوش لمحب الوطن حاجة. يا سلام، فعلا يا فندم على رأي المثل، ادي العيش لخبازه. وعلشان كده احنا جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو. تعرفوها؟ لا حضرتك ما نعرفهاش. لا ايه يا دولا، لا ايه يا عم، لا حضرتك احنا نعرفها. انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البازار النهارده بتاعت التماثيل؟ خرب بيتك. يا فندم سيادتك، اعرفها سيادتك يعني يا فندم، بس انا يعني كنت متلخبط. كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر. يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسه. طب وحياه علم مصر، وحياه الاهرامات، وحياه ابو تريكه يا راجل، والله ما كنت اعرف انها جاسوسه. انا بقى كنت اعرف، لان هي فعلا كانت شكلها سوسه كده. اهو اعترف سيادتك يا فندم. امسكوه بقى، اعدموه بالكرسي الكهربائي حضرتك، غرقا بالرصاص، اعملوا فيه اي حاجه. ده حضرتك بيشغل جاسوس لخمس دول. عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الأول. أنتم مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ماتيلدا باولو. تحت أمرك يا فندم، لو سيادتك يعني عايزنا نعمل أي حاجة أنا تحت أمرك. ممكن أزرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها، أو أكتبها شيكات بالحبر السري. التماثيل، التماثيل اللي قالت إنها هتوريها لكم محشوة قنابل ومتفجرات. يا نهار اسوح، كانت عايزة تفرقع في التماثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي. دولة، ايطاليا اعلنت الحرب عليا. يالا مش ايطاليا بس يا عادل، ماتيلدا باولو معاها فوق ال 14 جنسية. 14 جنسية؟ دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه؟ انا هفهمك. ايوه يا ابني، اديني رائد صبر عمنا، وانا كل ما اطلبه يطلع في الحمام. خلاص اديني اللي وصل لحظه الفقار. ياه، نفسي اشوف نيلي. نيلي ايه يا ابني وانت في مسبيرو؟ ما تهبط يا تهبط. مقدم نبيل شغل الجهاز. دي بقى صور ماتيلدا باولو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وهي كانت سبب في تفكيكه. اكيد حضرتك يعني هي اللي يعني فتنت على الحزب الشيوعي بتاع يلسن مثلا. واللي معاها ده بقى ماركو فان باستن، ايام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كوره، كونوا مع بعض خليه تجسس ماجوره وتعاملوا مع كل دول العالم.
اكيد طبعا ضربوا اسعار يعني عشان ياخدوا المقاوله بتاعت الجاسوسيه دي بسعر رخيص. بقول لك يا دوله، هو الجاسوس بياخد كام في الشهر؟ لا بياخدها بالقطعه مش بالشهر. السنه اللي فاتت بقى حاولت تجند الحضري عشان ينقل لها اخبار النادي، لكن هو رفض وصد الهجمه. الله الله يا حضري، ارقص يا حضري، العب يا حضري، ارجع بقى يا حضري. دوله يبقى خليه بقى يجيب شقه بطيخ وهو راجع. ونبعتهم برضه يجيبوا لنا جبنه. على فكره يا فندم سيادتك، حكايه المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالظبط. انا بقى اسكت جاروها عشان تجرجروها. الله عليك يا نجم، هو ده الكلام. واحنا هنكون متابعينكم، بس مش عاوز يبان عليكم حاجه. لا ما يكونش عندك فكر خالص، احنا من حيث التنكر فاحنا متنكرين اصلا. ده انا ساعات ما بعرفش نفسي. امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل. حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العمليه دي تتم بسلام، يعني احنا هناخد ايه؟ طمنوا يا اولاد، مصر عمرها ما بتنسى اولادها. دولة، بقول لك يا دولة، اسمع بقى، انا جايب لك شغل تجسس، انما ايه؟ لوز. شغل تجسس لوز؟ ده ايه التجسس اللوز ده؟ حته وفات لي يا دولة، طلعوا بوليس. بوليس؟ هيفجروا في الشيشه ولا ايه؟ لا يا دولة، انا امبارح بالليل سمعتهم وهم مش واخدين بالهم ان انا سامعهم، سمعتهم وهم بيتكلموا عليا، وقال ايه؟ مش راضيين بالقسمه اللي انا عملتها لهم بتاعه رغيف الحواوشي اللي انا سرقتها من عند بتاع عم عبده بتاع الحواوشي. ولا رمزي، معلومات دي خطيره قوي، يلا اوعى تقولها لاي حد، وخصوصا يوسف شعبان ونبيل الحلفاوي. احنا هنفضل صبيان مخابرات لحد امتى؟ احنا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونفتح شركه مخابرات خاصه لينا احنا بقى، نكونها واحده واحده، وجهاز جهاز، وشركه شركه. لان انا بفكر كويس قوي، لان في واحد اتفقت معاه هيجيب لي جهاز كشف الكذب بالتقسيط، استعمال خفيف يعني كذبتين ثلاثه كده. الله عليك يا دوله، طب وانا بقى هتشغلني ايه بقى معاك في ديا بقى؟ انا هشغلك مثل حي. لايه يا دولة؟ مثل حي يعني لو اي حد عايز يتجسس ولا حاجه، اما افرجهم عليك ماشي هيخافوا يتجسسوا بعد كده. اهو ده المثل، ده اللي بيحصل للجواسيس اللي بيتقبض عليهم. ماشي يا دولة. واحنا هنفضل صغيرين لامتى يالا؟ وانا هفضل شغال مع يوسف شعبان بشنبه ده؟ انت عارف يا دولة، انا شاكك ان هو حاطط كاميرا في شنبه مخبيها. بس جم يالا، جم. مين جم يالا؟ مين؟ اعداء الوطن. تشاو سينيورا. تشاو سينيوريتا، اهلا. اقدم لكم جوز اختي مارلون براندو. مارلون براندو؟ لقيتيه في انه نادي فيديو ده؟ مارلون هو اكبر مندوب تسويق تمثيلي في العالم. طب ما يسوق لنا التمثال بتاع رمسيس الثاني، لان صراحه يعني متمرمط معانا اللي هو التمثال ده. شويه في صلاح سالم، شويه لا في مدار رمسيس، شويه في مدار الرمايه، يعني صراحه بيكلف يعني. ده غير بقى اكله وشربه وسجايره، وكل ده من شهريه الدوله. وصراحه الدوله ما قصرتش يعني، بس يعني دي مصاريف كتيره قوي يعني عليها، على اساس ايه تمثال وكيف؟ ومش معقوله يعني. لا احنا عندنا خطه متخططه تخطيط بخطوط مخطوطه عشان نشتري مصر كلها، قصدي نشتري تماثيل مصر كلها. اشتروا تماثيل مصر كلها؟ طب ما تسيبوا لنا تمثالين ثلاثه للواد رمزي يكسرهم يعني. انا بموت في التماثيل. بص انا عايز معبد لوحدي افتح فيه بازار. لا دي صفقات كبيره مش هوانها دلوقتي. المهم دلوقتي عندنا ان احنا نخلص من الشغلانه المنيله بستين نيله دي عشان كله يرزق. كله يرزق؟ ماشي يا عم مارلون، مع ان فيلمك الاخير ما كانش عاجبني ادائك اللي هو السهل الممتنع ده. جوز أختي مارلون سوف يقوم بتسليمكم صفقة تمثيلي، ومن ثم. إيه من ثم دي؟ لا 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 معلش، حضرتك تحترميني أحترمك، هتقولي من ثم ونغلط في بعض؟ لا معلش. نو هي قصدها يعني أوامك أوامك يعني. أوامك أوامك، ماشي، إذا كان على أوامك أوامك إحنا جاهزين. مارلون سوف يكون معكم خطوة بخطوة التي تليها. أوكي، هيبقى الخطوة التي تليها عادي جدا. حتى يقوم بتسويقها. ماشي، احنا متفقين على كل حاجة، مش اتفقنا احنا؟ احنا اتفقنا خلاص. مش انتوا هدف، الهدف ان احنا المنطقة تكون عجة بالسكان، يعني كل شازية توصل، قصدي كل قطعة من التماثيل توصل لكل فرد من مصر العزيزة. مصر العزيزة، واضح ان انت بتحب مصر قوي يا خواجة. انا بحبها كتير، انا شربت من نيلها. شربت من نيلها انت وشيرين في كوباية واحدة بقى اللي هي ما شربتش من نيلها. المهم يعني هتسلمونا امتى وفين؟ غدا هنا في البازار. يلا يا مرلون. يلا حبيبتي يلا. يلا الاب الروحي. فهمت حاجه يا رمزي؟ لا. ترجمة
يعني يا يوسف بيه حضرتك بذلت واضح مجهود كبير قوي في التنكر، يعني ما عرفتش تعمل حاجه في شنبك ده؟ دولا افتش على شنبه، يمكن نلاقي الكاميرا ناخدها ونروح بيها القناطر نتصور. انا مش قلت لك تخفي شنبك شويه يا اخي؟ اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك. سيبك من شنب الوقت يا نبيل، المهم وصلتوا ليه؟ وصلنا حضرتك مصيبه سودة، يعني حضرتك تخيل جايبين التماثيل وعايزيننا ان احنا نوزع لهم التماثيل دي في اماكن مليانه سكان بتاع عجب السكان يعني، او اماكن سياحيه. مش هيلحقوا يوصلوا للخطوه دي. طب بصوا يا رجاله، احنا ممكن نخليهم ياخدوا التماثيل ونروح وراهم نفجرها في بلادهم تحت بيتهم. لا احنا مش زيهم، احنا ما بنقبلش الشر بالشر. ايوه صح، لان دايما الخير بينتصر في النهايه على الشر، انا شفت كده في كل الافلام. طب حضرتك يعني تؤمرونا بايه؟ نعمل ايه؟ بصوا انكم تصدروهم لمكان واسع، وده هيسهل عمليه اطلاق النار لو استدعى الامر. بس يبقى في القهوه بقى يا دوله، علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم ميه مغليه في وشوشهم. يا غبي يا غبي يا غبي، هتجيب ميه مغليه منين؟ ما انت ساعتها ممكن تكون واخد ضربه في رصاصه مثلا في صدرك ولا حاجه، هتقعد تسحف لسه للغلايه يا هبل. انا ما اقومش لحد يا دوله، انا الواحد الشاي اللي انا هطلبه يجي لي القهوه. اسكت وطي صوتك، انت بتشوش على الجهاز اللي معايا. اقبضوا عليه بقى يا فندم، يا فندم حضرتك اقبضوا عليه، ارحموا مصر، ارحموا الوطن العربي كله. حضرتك ده جاسوس، ده بيتجسس لحساب غبائه يا فندم. تقترح المكان ده فين يا مقدم نبيل؟ اعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واسع وفي نفس الوقت ضيق علشان ما يقدروش يهربوا مننا. بس انا عرفت المكان ده، احنا نروح بيت دولة، والبيت دولة ده لا يعك بالسكان. يا ابني ده بيعك وبيزفلت بالسكان. اسكت انت. مش مهم يا عادل، مش مهم، كلنا فداء مصر. ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندويلي. بس حضرتك يعني البيت مليان ستات، امشيهم ازاي؟ اقول لهم ايه؟ هقولك، ابعتهم يجيبوا ورقة بوسطة. بس يا فندم حضرتك ورقة البوسطة دي من زمان، من أيام فؤاد المهندس، الحكاية اتغيرت دلوقتي. أنا هتصرف، مع إن الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا، بس برضو كله فداء الشندويلي. خلاص اتفقنا. حضرتك العنوان أهو عشان تيجوا عليه على طول. إيه ده؟ واضح إن حضرتك مدرب على البلع يعني. مهم جدا إنك ما تسيبش أي أثر وراك. عارف انت عارف يا دولا، انا احسن منه على فكرة. انا وانا كنت زمان كنت بمسح السبورة بلساني. ايه ده؟ ده انت فصيلة نادرة، احنا محتاجينه ناخده يبلع الورق المهم وبالمرة الزبالة. ده يالا يخرب بيتك، هتشتغل معزة في المخابرات يالا. بس خلي بالك بقى ما تقعدش تمقمق طول الليل وطول النهار، لان برضو سيادة اللواء صلاح ذو الفقار بيحب يقيل ساعة الظهرية هو والنقيب اشرف زكي. بكرة الساعة 5:05 هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين. الله الله على الدقة، بص الدقة بتاعتهم يلا 5:05. أكيد بقى بما إن انتوا دقاء قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلا. ستلدهش. طيب فين بقى المسدسات؟ ليمون عليها المسدسات اللي ما بتخلصش دي عشان نفرتك العصابة. ده مسدس 6 ملي، خلي بالك منه، ده عهدة. عيب، ده احنا نزودهولك يا اسطى. اطمن، ما فيهوش ذخيرة، الذخيرة شحة، التجار خافينها من السوق سعرها ولع، بس احنا مقدمين على طلب، يمكن نحتاجها. دول احنا لازم بقى نجرب المسدسات دي علشان لو طلعت بايظة نعرف نرجعها. ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبة يا ابني؟ وبعدين ما انت فكيتها من الكيس بتاعها، ما حدش هيرضى يرجعها لك يا غبي. طب افرض بقى دلوقتي الرش بتاعها خلصان. رش ايه يا ابني؟ ده انت طالع تستطع عصافير، ده انت طالع على عصابة، وعصابة جامدة جدا يلا. ماشي يا دولة، طب هنعمل ايه طيب؟ بص مسألة بسيطة خالص، هنعمل لك بروفة دلوقتي. انا دلوقتي كأن انا البوليس وانت العصابة. انا العصابة لوحدي؟ يا سيدي انت رئيس العصابة، والعصابة غايبة النهاردة، اتصرف. هتعمل ايه؟ هخصم لهم ولو كرروها هبلغ عنها. ماشي ماشي، انا دلوقتي البوليس، هقول بوليس، هتجري، هقوم شنكلك، تقوم انت واقع على الارض والمسدس يبعد عنك، اقوم انا ايه طالع على نفسك واخد منك المسدس واقتلك على طول. اتفقنا؟ اتفقنا دولا. طب ما انت معاك مسدس يا دولا، اقتلني وخلاص بيه. يا ابني المسدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان اما ارجعه يا غبي. ها جاهز؟ جاهز يا دولا. يلا بوليس.
العصابة غايبة، فوت علينا بكرة. علينا بكرة ايه؟ يلا اجري عشان اشنكلك يا غبي. بوليس مسدس وقع، اقتلني بقى اقتلني. استنى استنى، قوم بسرعة يالا، العصابة وصلت بسرعة يالا. بدل ما يقتلونا احنا الاتنين خلي المسدس معاك. دري دري دري، ها خبيه، انا اروح افتح. ماشي بسرعة دولة. احنا جينا. اهلا وسهلا. هذه هي التماثيل. طيب ما حدش بقى يولع اي سجاير جنبيها بس والنبي عشان ما شاء. اهلا وسهلا. يا ترى هم فين؟ هم مين؟ ارى انكم متوترين. انا شايف انكم متوترين. لا وايه اللي توترنا يعني؟ الجرس. مش عاوزين زبالة؟ لا شكرا ما عندناش، مش عايزين. طب ما فيش عندكم هدوم مكويه عشان ناخدها؟ المكوي كله هنا هو يا معلم.